مرة في تاريخ المغرب الحديث من القادة السياسيين المعارضين لسياسة الحسن الثاني ولسياسة الحكم بالمغرب، لكن القليل منهم من تملك الجرأة للبوح برفضهم لمجموعة من القرارات التي اتخذتها الدولة المغربية في العديد من المحطات التاريخية في المسار السياسي للبلاد. لا زال وضعها لم يستقم بعد فرض استعمار دام أزيد من 44 عاما. ومن بين هؤلاء القادة السياسيين نجد الزعيم التاريخي عبد الرحيم بوعبيد القيادي في حزب الوطني للقوة الشعبية، وبعده الاتحاد الوطني للقوة الشعبية عبد الرحيم بوعبيد. بوعبيد الذي ولد يوم 23 مارس 1922 بمدينة سلا، اشتغل محاميا بهيئة الربا حيث انخرط فيها عام 1949. في مشوار حياته هذا الذي جاوز فيه بين السياسة والمحاماة لم يكن غريبا بالنظر إلى مشواره الدراسي والذي حصل فيه على الشهادة الابتدائية في مدينته الأم قبل أن يلتحق بالرباط ليتم دراسته بثانوية مولى يوسف حاصلا فيها على شهادة البروفي والبكالوريا، ثم سافر إلى باريس عام 1945 حيث نال الإجازة في القانون ودرس بمعهد الدراسات السياسية. في الذكرى 27 لوفاة عبد الرحيم بوعبيد نحاول أن نخيط بين أبرز محطات حياة هذا الزعيم الاتحادي لننسج بعضا من سيرته النضالية والسياسية التي خلفت وفق الكثيرين فراغا كبيرا في المشهد السياسي المغربي بعد موت صاحبها بداية تسعينيات القرن الماضي. التحق عبد الرحيم بوعبيد بخلايا المقاومة وكتلة العمل الوطني وهو لم يبلغ سن الرشد بعد، كان يعد البكالوريا حينما التقى بأحد أبرز وجوه المعارضة في تاريخ المغرب الحديث المهدي بن بركة في ثانوية مولى يوسف بالرباط، وقد كان عمل الكتلة في هذه الفترة منصبا على تأطير الجماهير ونشر الوعي بالمطالب والحقوق قصد الدفاع عنها. قبل ذلك تحديدا في 11 يناير 1944 سجل عبد الرحيم بوعبيد اسمه كأصغر الموقعين على وثيقة المطالبة باستقلال المغرب، وقد اعتقلته السلطات الفرنسية على إثر ذلك مرتين. بوعبيد لم يكف عن تسجيل اسمه في سجلات التاريخ عند هذا الحد، بل شارك في مفاوضات إكس ليبان عام 1955 بين ممثلي الحركة الوطنية والسلطات الفرنسية تمهيدا لاستقلال المغرب، وسافر أيضا للقاء الملك محمد الخامس في منفاه ذات العام في وفد لحزب الاستقلال. بعد الاستقلال تقلد بوعبيد عدة مناصب سياسية بارزة، فقد عين كأول سفير للمغرب في باريس، وكان وزيرا في عدة حكومات مبارك البكائي، عبد الله إبراهيم، أحمد بلفريج للاقتصاد والمالية مرتين، ووزير دولة مكلف بشؤون المفاوضات مرة واحدة. بعد هذه الفترة بالذات بدأ الاصطدام بالملك الجديد أنذاك الراحل الحسن الثاني. عارض بوعبيد مشروع أول دستور للمملكة، ورأى أنه ينبغي إعداده من طرف مجلس استشاري منتخب، ثم شارك في حملات تدعو إلى مقاطعته، وترأس عددا من التجمعات الشعبية بخصوص ذلك، مما يروى عنه أنه قال في أحد الاجتماعات عام 1963 بعد إقرار الدستور: إننا نواجه خيارا أساسيا، إما أن نستمر كشعب وكمنظمة متجردرة في الجماهير في النضال من أجل تحرير بلادنا من الاستعمار والإقطاع والرجعية، وإما أن نقبل نصا دستوريا مزورا ومعدا من قبل كتبة الاستعمار. إذا كان الأمر ينبغي أن يكون كذلك، فستكون لدينا مسؤولية ارتكاب جريمة بحق الأجيال المقبلة. وقد اعتبر عبد الرحيم بوعبيد وحزب الاتحاد الوطني للقوة الشعبية
من أشد المعارضين لدستور 1962، خصوصا أنه جاء بعد مرحلة إسقاط حكومة عبد الله إبراهيم، أن الملك الراحل الحسن الثاني اختار أسلوب المنحة لوضع الدستور، في حين كان بوعبيد ورفاقه يطالبون بأسلوب الجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور. في خطابه أمام القمة الإفريقية التي أجريت عام 1981 بنيروبي عاصمة كينيا، أعلن الملك الراحل الحسن الثاني قبول المغرب إجراء الاستفتاء على الصحراء. ومباشرة بعد الخطاب أصدر حزب الاتحاد الاشتراكي بلاغاً عن المكتب السياسي يشجب الخطوة التي قام بها الملك. وجاء في بلاغ الحزب آنذاك أنه ينبغي العودة إلى الأمة عن طريق الاستفتاء فيما يتعلق بالسيادة الترابية، كما وبالتأكيد لم تكن هذه الجرأة لتمر على الراحل مرور الكرام. بعد يومين كان عدد من قيادي الحزب قد اعتقلوا، وأصدرت عليهم محكمة الرباط الابتدائية أحكاماً تتراوح بين سنة حبساً غير نافذ وسنتين مع النفاذ. من بين هؤلاء عبد الرحيم بوعبيد الذي قال يومها كلمة في المحاكمة اشتهرت فيما بعد: هذه المحاكمة سيكون لها تاريخ، فأنتم لكم الأمر ونحن نقول رب السجن أحب إلي من أن ألتزم الصمت وأن أقول رأيي في قضية مصيرية ووطنية مقدسة. كان عبد الرحيم بوعبيد في هذه الفترة التاريخية أبرز أهم ووجوه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بل أكثر من ذلك فقد كان كاتبا أولا للحزب، كما أنه راكم على مدى عقود تجربة نضالية كبيرة لا يخاف في قوله لومة لائم، كما يشهد بذلك من عاصروه، بل إنه وجد نفسه في محطات كثيرة في مواجهة ملك البلاد شخصيا لما كان عليه من تناقض في الرؤى. بعد مشواره السياسي الطويل ترجل عبد الرحيم بوعبيد عن صهوة الحياة عن عمر يناهز 69 عاماً في 8 يناير 1992، واعتباراً لإرثه النضالي حظي بوعبيد بجنازة مهيبة يوم ذاك. خلال مراسم التأبين وفي تصريح صحفي قال القيادي السابق في الاتحاد الاشتراكي عبد الرحيم يوسفي الذي سيخلفه على رأس الاتحاد الاشتراكي بعد ذلك: إنه لولا عبد الرحيم بوعبيد والتضحيات الجسام التي قدمها لعاش المغرب عواصف هوجاء. الراحل قبل أيام من رحيله كان كأنما قد أحس بدنو أجله، ففي آخر لقاء جمعه بأعضاء المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية خطبهم بنبرة المودع قائلا: لقد قدت سفينة الاتحاد، وما قمت به صدر من القلب والفؤاد، واليوم أوصيكم بحزبكم الذي هو أمانة في عنقكم. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.